هروح مع حضراتكم دلوقتي لمدينة الشروق اللي تم فيها امبارح افتتاح المركز الثقافي لهيئة الكتاب. المركز الجديد بيعتبر صرح ثقافي مهم جدا تم إنشاؤه على أحدث المعايير علشان يقدم الخدمات الثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة وهم سكان مدينة الشروق. أكيد طبعا المركز بيضم منفذ لبيع الكتب ومكتبة للاطلاع والاستعارة ومركز لتنمية المواهب الفنية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية. ده مركز ثقافي متميز جدا تابع لهيئة الكتاب، ولكنه مش بس بيتناول الفعاليات الثقافية الخاصة بالكتب، ولكن أيضا فيه فعاليات فنية. مركز لتنمية المواهب بالشراكة مع دار الأوبرا المصرية لتنمية مواهب الأطفال من السكان في مدينة الشروق، وطبعا هيكون في إلى جانب هذا مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية والثقافية بالتعاون مع مجلس المدينة. هي خدمة ثقافية بتقدمها الدولة طبعا في إطار الخطة بتاعة استراتيجية الدولة في 2030، نشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية. احنا عارفين ان احنا عندنا مجتمعات سكانية كثيرة جدا في أنحاء كثيرة في الدولة، فاحنا بنحاول نغطي هذه التجمعات السكانية بخدمة ثقافية وفنية. بالفعل مركز ثقافي جديد تابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، مركز ثقافي بيؤدي أكتر من دور، مش زي ما قالت معالي الوزيرة مش بس خاص بالكتاب، ولكن مركز تنويري العدالة الثقافية ليست فقط مقتصرة على القرى، ليست مقتصرة على المدن النائية، ولكن أيضا بالنسبة للمدن الجديدة مدينة الشروق، مدينة بدر وغيرها من المدن المحيطة بمدينة الشروق، هيكون هذا المركز مركز تنويري حقيقي، قاعة اطلاع، قاعة للطفل، بالإضافة إلى كثير من الأنشطة التي ستقدم وبناء القدرات في مجالات الفنون والثقافة بشكل عام. بدأنا إن شاء الله نتطلع أن يستمر هذا المركز في أداء دوره. حابب أن أنا أقول كمان أن كان التأكيد على أن يكون هذا المركز في افتتاحه واحد من احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو، وهذا الأمر مقترن بناء الهوية وبناء الوعي، وإن شاء الله يستمر في أداء الدور ويستمر في تحقيق رؤية مصر 2030 وكل ما يتعلق بقيم الجمهورية الجديدة. المكان بتاع هيئة الكتاب، إحنا ما عندناش مكان في الشروق، فإحنا كده بقى عندنا مكان في الشروق، دار الأوبرا، عندنا مركز تنمية مواهب مهم جدا، مهم جدا لأبناء المنطقة يعني بعيدة شوية، في سكان كتير، في لازم الخدمات دي تبقى موجودة عندهم. فكرة تعليم الموسيقى للأطفال والفنون عموما، مش بس احنا بنعلم موسيقى وغنى ورسم وآلات موسيقية مختلفة كتيرة، وده مهم جدا للأطفال وللشباب، بيغير في سلوك الشباب وبيبقى حاجة مهمة لبناء الشخصية. فالحقيقة يعني أنا سعيد إن احنا بنقدر نتواصل في أماكن مختلفة في ربوع مصر.